أزول في اللون. لويس فونسي يتحدث عن حياته الشخصية. نعلمكم أننا أنشأنا قناة خاصة بمشاهير وأخبار الرياضة تحت اسم سوسيا سبورت، ستجدون رابطها في أول تعليق. نتمنى منكم دعمنا فيها كما تدعموننا دائما في سوسيا الخاصة بهوليوود. بعيداً عن أغنية ديسباسيتو التي أصبح يعرفها الصغير والكبير في العالم، لنتعرف على المغني لويس فونسي، زوجته وأبنائه. في لقاء له مع مجلة هولا في نسختها الأمريكية، فتح لويس قلبه حول أن حياته مع عائلته بعيدة جدا عن حياته العملية، وأنه يفرق بين البيت وبين الاستوديو. يقول المغني البالغ من العمر 40 عاما: هنا في منزلي نحاول ألا نتحدث عن العمل، أنا لست المغني ولا نتحدث عن ديسباسيتو، فأنا زوج وحاول أن أستمتع بالأشياء الصغيرة والبسيطة في الحياة. وأضاف: لقد اتفقنا على أنه بالرغم من الجنون الإيجابي الذي هو مهنتي، أردنا أن تكون لدينا عائلة قريبة وطبيعية جدا. وعندما سئل كيف يتعامل مع عائلته في البيت، قال: أنا كأي شخص عادي جدا، بعيدا عن النجوم على خشبة المسرح، أنا في المنزل مع عائلتي، نحضر الباربيكيو في عطلة نهاية الأسبوع، ونحاول أن نكون قريبين جدا من أطفالنا قدر الإمكان، ونعطيهم الدفء والوقت اللازم. وفي الأخير قال: بالنسبة لي عائلتي هي أولويتي في الحياة، وهي أكبر نجاحاتي وأفضل جوائزي. يذكر أن لويس فونسي، مغني من بورتوريكو، يبلغ من العمر 40 عاماً، متزوج من عارضة الأزياء الإسبانية أجيدا لوبيز، التي أنجبت منه طفلين، وهما ميكايلا سيبيرو البالغة 6 سنوات، وروكو الذي يبلغ سنة واحدة. شكرا لكم على المتابعة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك شير وسبسكرايب، وتفاعلوا معنا في المنتدى، نحبكم.